بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تريدين أن تأخذي موضوع كلمتي قبل الأول؟ بهذا بالذات بالملخص التلفزيون قطر. أنا لا يمكن أن أجذب، لكن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني أكرم المغاربة بالشعور أن الإصلاح ضروري والاستقرار ضروري، وصاروا في اتجاه المحافظة على المعنيين وعلى الأساسين، وكذلك دواعي الخلاف والنزاع التي كانت في بعض الدول العربية كانت موجودة كذلك في المغرب، ولكن كانت خفيفة. ولذلك فالمملكة المغربية ملكا أولا، وهذا يمكن أن يعتبر شيء طبيعي من قبل رئيس حكومة أن يثني على ملكه، لكن أنا بصدق أثني عليه كمواطن وكشخص عاش الأحداث، كفاعل بادر بحسن قراءة ما يجري في الشارع المغربي، والاستجابة في أقل من 20 يوم لقبول إصلاحات جوهرية وما تبعه من دستور جديد ومن انتخابات حقيقية، والتفاعل والتعامل مع نتائجها التي كانت شيئا ما غريبة نسبيا بالنسبة لسنة قبل ذلك التي بوأت هذا الحزب يعني المرتبة الأولى، وكلفني جلالته بترأس الحكومة، ونحن ندبر الشؤون. طبعا هو كفاعل رئيسي وأساسي يعطيه الدستور ونحن على علم بهذا من أول يوم، يعني هذا ليس جديدا، صلاحيات رئيس الدولة، وكذلك يفسح المجال في إطاره لرئيس الحكومة وللحكومة، فنحن ندبر هذه الأمور. ولحد الآن الأمور الحمد لله تتحسن، اقتصاديا تتحسن، الله سبحانه وتعالى كذلك ساعدنا بأمور لم نكن ننتظرها كنزول أثمان النفط، وكذلك بأمور كنا نتمناها يعني نزول الأمطار، وبقرارات اتخذناها كانت موفقة. فلحد الآن الحمد لله الأمور في المغرب بخير، ونرجو أن يعني إذا كان يعني نموذجنا يستحق أن يستفاد منه أنه ينبني على عوض الصراع والتغيير، على الحوار والتعاون.